تضمن نص المشروع تعديلات عميقة عززت الفصل بين السلطات بتوسيع الصلاحية التشريعية والرقابية للبرلمان، كما تضمن المشروع قواعد جديدة تهدف لصون حقوق المواطنين في ظل دولة اجتماعية تعمل على مبادئ العدالة الاجتماعية. من بين 11 اقتراح اللي قدمها التجمع الوطني الديمقراطي تم التكفل بتسع اقتراحات. كذلك مشروع الدستور جاء بالحفاظ على سيادة واستقلال الجزائر سواء من جانب الاقتصادي حتى جانب السياسي، لأنه راح يعرض على الشعب الجزائري. والتجمع الوطني الديمقراطي سيسخر كل ما في طاقاته لتسطير كل هذه الملاحظات وكل هذه المبادئ الكبيرة من أجل شرح وتحليل وتبسيط كل المبادئ الكبرى اللي تأسس إلى جمهورية جديدة.